يشرفنا أن نلتقي اليوم في تلفزيون الغربة الشاعر العراقي المعروف حيدر كريم. أستاذ حيدر، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون الغربة. أهلا وسهلا فيك وبتلفزيون الغربة. بدي أسألك سؤال دايما بسأله، منين أنت؟ من العراق، من أي منطقة؟ أنا من مدينة سومر. سومر الحضارة والتاريخ، مدينة ديقار أور. وأي سنة جيت على أستراليا؟ جيت سنة 2004. ما سرك زمان يعني بأستراليا؟ حوالي 11 سنة. طيب شو كان نشاطك بالعراق قبل ما تجي على أستراليا تقريبا؟ أنا كنت شاعر في العراق، من ضمن الشعراء الرعيل الأول، الخط الأول اللي يسمى بالعراق سابقا الدرجة أليف، وكنت من أفضل 10 شعراء في تلفزيون العراق وتلفزيون الشباب. تكتب فصحى أو بالعامية؟ لا، أكتب شعر شعبي عامي، وأكتب الأغنية بالذات بحرفة مش هواية. لا أنا بعرف أنه بتكتب أغنية، لأني أنا نشرت لك عن الأغنية عند موقع الغربة. نعم. ما جربت تكتب الشعر الفصيح أبداً؟ عندي محاولات كانت، بس أنا أجد نفسي بالشعر العامي. الشعر العامي. نعم. طيب الشعر العامي، أنا سمعتك مرة عم تحكي، بلاقيك بتاخذ اللهجة العراقية، يعني مش كل العرب بيقدروا يفهموها. جربت شي مرة ترتفع للغة العربية نتفي وتدل بالعامية يعني؟ أنا كتبت باللغة الخليجية للسيدة نوال الكويتية، كتبت الراشد الماجد، كتبت النجوى سلطان باللغة اللبنانية، كتبت باللغة اللبنانية؟ نعم كتبت. تعرف شو كتبت؟ كانت أغنية غزل، بلكي أستذكرها خلال الحديث، بس كتبت باللهجة الخليجية الكويتية وكتبت باللهجة المصرية أيضا. يعني بتعرف اللهجات كلها؟ نعم. بس بترتاح أكثر باللهجة العراقية؟ الأغنية مجال مفتوح، يعني تقدر تكتبها بأي لهجة، بس القصيدة صعب تكتبها بأي لهجة. أيوه. أجد نفسي يعني بالقصيدة. بس الأغنية هي القصيدة كمان. لا، الأغنية تسمى أغنية القصيدة، يعني ذيك تختلف، هذيك النوع يختلف من الغناء. الأغنية يصير مذهب وكوبليهات اثنين كما متعارف. بس تعرف إنه الأغنية صعبة إنها تنكتب؟ القصيدة تكون أصعب أحيانا. أنت يعني بنظرك، أنا بلاقي الأغنية، أنا الأغنية أكتبها خلال 5 دقائق. بس يا ترى بدك تكون أغنية ناجحة؟ إذا أغنية ناجحة، نجاح الأغنية بدها تفكير، بدها نجاح الأغنية يعتمد على 3 ركائز: الملحن، الصوت المؤدي للأغنية، قوة موضوع الأغنية. هذول العوامل يساعدون بنجاح الأغنية. أنا بسمع أغنيات مش موزونة، كتبت أغنيات مش موزونة ولا كل أغنياتك موزونة تقريباً؟ أنا ما أقدر أكتب أغنية ما موزونة، إذا أنا أكتب أغنية موزونة أوقف عن الكتابة. طيب جرب شي ملحن ينسع لك الوزن تيزبط اللحن؟ حثت كثير، بس تغييرات تكون طفيفة بالأغنية ما تنزع الوزن. لا، بس ياخذ موافقتي، بعد موافقتي. أيوة. يعني ياخذ البروف من عندي حتى يعدل الوزن مال الأغنية. مرات اللحن يتطلب تغيير في الأغنية، مثل ما حدث بأغنية الحمام للفنان إسماعيل فاضل اللي لحنها الكبير عبد الحسين السماوي، استخدم بها 4 مقامات. أيوة. أغنية الحمام كانت أغنية مهداة من الغربة إلى العراق. تعرف شي مقطع منها؟ الحمام. الحمام، الأغنية هاي اشتهرت واخذت شهرة كبيرة بالعراق وبالوطن العربي. هي رسالة من مغترب اللي هو المهاجر العراقي اللي مرت الأحداث بيه وهجرته من بلده، وهجر مرغما من بلده. فالأغنية هي رسالة عبارة عن وصية على جرح الحمام. يا حمام يا حمام، روحي ما قصت تذاكر، طارت بجنح الحمام، أخذت من الغربة فيزا ورجعت الدار السلام. يا حمام اسمع وصيتي، لا تطب بغداد والعالم نيام، وبوس لأطفال المدارس قبل لا يبدي الدوام، ابدي بيها من الرصافة وبوس شباك الإمام. يا حمام بوس لأمي، أدري متعذب قلبها من الهيام، وادري شعرك كله أبيض، وادري وجهك راح لونك قد حرام. يا حمام تريق بحضن المعظم، الشاي بالسعدون شربه ويا سلام، وياك سلم عزها ويؤدب المقهى المقام. يا حمام عيني مو صارت شرارة، بعد ما أحمل فراق، هاك خذ روحي ودمعتي وذبها لي بحضن العراق. بيورفل. لك عرفت منه تقريبا
60%. نعم فهمت 60%. لو كنت تقولها على سلاو يمكن بعرفها 100%. بالتأكيد راح تفهم اللغة. لا يعني نوعا ما اللهجة غلبت بعض مقاطع. نعم بس فيها 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 حنية فيها حرقة فيها وجع. هي شجن كانت معاناة بعد سقوط بغداد أو احتلال بغداد، لأن بغداد لم تسقط بعد احتلال. بال 2003 كتب هذا العمل ونفذ في استراليا، سجل في عمان ونفذ في استراليا. كان للمخرج أدور رسام وكان الحان عبد الحسين السماوي وغناء المبدع إسماعيل فاضل. إسماعيل فاضل صوته بجنن. إسماعيل فاضل أنا تعاملت وياه بعشرين عمل، أحد الأعمال فاز في مهرجان الأغنية العربية للمغتربين في الأردن عام 2005 بحضور مظفر النواب ووزيرة الثقافة الأردنية اسمه خضر وكوكب حمزة وكوكبة من أجمل فنانين العرب والعراقيين. إسماعيل فاضل فاز عمله أول. عظيم. كانت أغنية. لما مش مسجلين على سي دي مثلاً؟ لا مسجلات ونازلات يوتيوب. باليوتيوب بس مش على السي دي مثلا؟ عنده هو بمكتبته عنده على السي دي. اسماعيل فاضل اغلب اعماله الوطنيه والوجدانيه كانت من كلماتي. انا تعاملت وياه اكثر من 20 عمل. هو عمل لي عمل اخير يا مصر، سمعت يا مصر رائع، من اجمل اعماله. اعتبروه من اجمل اعمال اسماعيل حتى فاضل. حتى معقول يغنيها في الاوبرا المصريه. انا سمعت العمل متكامل جدا، لحن وغناء وتوزيع ويحمل صور شعرية رائعة بي، كانت في صور شعرية ضربة شعرية. بدنا نحكي عن غربتك بإستراليا. هلا عرفنا شوي عن العراق. نعم. بدنا نحكي شو نشاطاتك هون، شو عم تعمل؟ أنا كما تعرف لا تقل لي ضعف. لا أنا 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 كما تعرف يعني أنا كاتب أغنية وشاعر. جميع المناسبات سواء الرسمية للحكومات العربية والعراقية أنا مشارك بها. اكتب الاغنيه، مجالي هو حاليا عمل الاغنيه، اعمل اغنيه سواء عن طريق الفنانين اصدقائي بالاوفرسيز يعني الموجودين بالخارج استراليا او هنا، يعني هنا المطربين كلهم اغلبهم اللبنانيين والعراقيين عامه كلهم غنوا لي هنا. يمكن لانه الشاعر العراقي الوحيد اللي موجود بالساحه يكتب اغنيه، لان بعد ان عدنا شعراء اثنين كبار اعتزلوا الغناء ما يكتبون غناء اللي هو مكر ربيعي والشاعر المبدع عزيز الرسام، تحياتي لهم. ذولا أو توقفوا عن كتاب. لا توقفوا. أحسهم بعدوا. لأن الأغنية هي اللي بتوصل. أحسهم بعدوا عن الجو الحالي الموجود، وذلك لسبب تردي أيضا. سبب تردي الأغنية الحالية هو خلى بعض الشعراء يتخذون موقف الصمت، لأنه بس الأغنية المتردية مين كتبها؟ شعراء. معناتها في شعراء. في شعراء متردين أيضا. ايوه يعني في شعراء تعدوا على المهنه. نعم. والعظماء هربوا. كثره الفضائيات استاذ شربت، كثره الفضائيات وحريه الفضاء صار بعالم الفن. صارت المهنه او كتابه الاغنيه صارت مخترقه، ممكن اي انسان يكتب اغنيه ويعرضها بالفضائيه، ماكو رقابه، ماكو حقوق ملكيه. فشوف تردي الاغنيه سبب تردي الاغنيه هذا. طيب ما نزلت اي كتاب بهالاغنيات للضيع مثلا؟ انا لكن الغربي بتسرق. نعم يعني بتسرق عمرك، بتسرق. نعم. ادبك، بتسرق. نعم. كل شيء. انا الشيء الوحيد عندي اشياء اثنين بحياتي يمكن راح تستغرب لهم. انا بعمري ما استخدمت قلم كتابه اغنيه او قصيده، يعني اكتب الاغنيه والقصيده بذاكرتي، اصيخها بعدين انزلها على القلم او التليفون او وعمري ما خزنت رصيدي من الاعمال مالتي ما عدا كتاب يتيم في العراق. هلا هالاغنيات كلها مش ما عندك اياها؟ انا خازنها بالممر هنا يعني بس فقط. لا حيدر يعني. حيدر هذا مش صح. ايه. لا لازم هسه في مشروع كتاب طبع كتابي الاول في الغربه اللي هو اسمه دموع الجنوب، لأني ابن منطقة جنوبية ودائما الشاعر تلقي الشعراء أغلبهم من العراق أو في أي بلد بالعالم أنه يكونون من الجنوب دائما، لأنه هاي المناطق تكون أكثر معاناة بسبب الأوضاع السياسية، دائما مضطهدة هاي المناطق.
فيكون ابن الجنوب اكثر حساسيه واكثر شاعريه من الشعراء الباقيين المترفين. فتلقي اعظم شعراء العراق هم من المناطق الجنوبيه، ناصريه او عماره او بصره او حله او نجف او كربله. فتشوف يعني مناطقنا بالعراق هي تلد، لانه الحضارات تولد على الانهار، على ضفاف الانهار، فالجنوب دائما عطاء بسبب نهر الفرات يعني. ايوه. طيب شو هلا عم تعملوا؟ شو عم تعمل نشاط؟ شو في نشاط جديد هلا انا شارك فيه؟ هلا انا في عندنا بعد انا كنت عضو هيئه اداريه في مؤسستين ثقافيه اللي هي مؤسسه السواقي وافاق، قمنا بتاسيس رابطه تكريما لهامة عراقية شعرية كبيرة معروفة بالوطن العربي وبالعراق اللي هي رابطة البياتي، واللي تتكون هيئة الإدارية من الكابتن والصديق العراقي سعد توما والأب والأديب القس يوسف جزراوي وأنا والدكتورة سحر الصميعي وبعض الناشطين بالثقافة العراقية والعربية. وراح يكون مهرجاننا، أول مهرجان هو يوم 20/6 اللي راح يكرم به شعراء عرب وعراقيين ومن ضمنهم المبدع المتألق شرب البعيني. شكرا. مين بده يقوم بهال؟ أنتوا اللجنة بس؟ احنا اللجنة اللي احنا كافي يعني، احنا ثلاثة بس عبارة عن بلد. لا معلوم معلوم، عم تحكي مهرجان كبير. مهرجان كبير بس احنا أكبر من هذا الحجم. لا بتمنى بس لما بتجيب بدك تعمل. طيب البياتي ليش اخترتوا البياتي مثلا؟ البياتي لمعاناة هذا الرجل. لمعاناة هذا الرجل ومواقفة ولعدم مصافحته أي ظالمة. مظبوط. اي الظالمه مصافح البياتي. بعدين تهجر كثير. تهجر كثير، عندنا الجواهر، الجواهري عملت نشاطات، الجامعين العراقيين عملوا نشاطات، بس هذا الرجل تحسه بشاعريته مظلوم دائما. فلانه ظلم لازم دائما، الشاعر لازم يكون يمتلك اخلاق فارس. ايه انا التقيت بعبد الوهاب البياتي بالعراق وصار في بيني وبينه صداقه قويه، وكان رح يجي يزورني ينزل عندي هون في البيت. بس ظروفه الصحية والمادية، وماتت بنته. طبعا المهرجان حتى من كون ماتت بنته يعني صار في كتير، بس في رسائل بينه وبينه انشرت البعض منه وضاع البعض منه للأسف. البياتي من الشعراء الرموز في العراق. طبعا المهرجان برعاية حكومة إقليم كردستان في استراليا وبحضور السفارة العراقية والسفير العراقي وبعض الوجهاء من الجالية العراقية وبعض الشخصيات المهمة في الأدب والسياسة، راح يكون مهرجان من الأول من نوعه، وراح يكون مميز بخصوصيته لهذا الرجل. فلهذا السبب اختارينا. أنا بدي أشكرك نيابة عنه كصديق قديم أنا وياه ومراسلات، يعني حتى كان آلامه يكتب لي إياها. وإحنا شكرك كعراقيين لأنك كنت في مرحلة ما صديق عبد الوهاب البياتي. أوكي. بدنا نسمع منك شعر شوي هيك يطري الجو، ما يبكينا مثل الأغنية. هو أنا يعني ما أعرف أنا أجد نفسي بالوطن يعني. سمعنا عن الوطن. بس أوكي سمعك عن الوطن. عندي قصيدة أنا أحبها ألقيها قريبة إلى نفسي، واللي هي فازت بمهرجان المغتربين للأغنية العربية اللي غناها إسماعيل فاضل. تقول القصيدة: مئة ألف آية تحرسك يا عراق، مئة ألف آية تحرسك يا عراق، وسالم عيونك حبيبي يا وطن، زعل وجهك يا أبو وجه الجميل، وخلوا دموعك على خدودك جرن. سالم عيونك حبيبي يا عراق، ودير بالك تنهضم شايف محن، يا وطن مثلك خسر هالقد دماء، وبيك حتى الموت غنوا لك لحن، وانت واقع صرت احلى من الجميع، وانت طايح صرت اعلى من الجميع، دوخيت الكون صفنت الزمن، يلي ما سديت بابك على الصديق، ولا اخو محتاج وعيونه بكن، شبعتهم وانا باوع بس عليك، شبعتهم وانا اطلع عليك، مني تاخذ ولهم الترس الصحن، ولبستهم وانا حافي يا عراق،
وجوعت بغداد بس شبعت مدن، ومس من صارت ولا واحد اجاك، وفوقها يردون من دمك ثمن. عفية يوسف عفية يوسف، كلهم ذيابة عليك، وين هالمرة قميصك يندفن؟ وين هالمرة قميصك يندفن؟ يعني كل أصوابك فيها حزن، فيها حزن كثير. ما هو بما أنك أنت مرح، ما هو الوجع ما يبين بملامح وشك، الوجع يبين بداخلك، لأنه العراق وجعي. أنا تركت بلد، أنا تركت وطن كنت مكرم بي، كنت مقدر بي. رجعت له من سنة 2004؟ لا مرجع، أنا ما مسموح لي أدخل الوطني كمان بهالوقت؟ لا أمتلك جنسية عراقية، لا أمتلك جواز عراقي، مطلوب بخمس أو أربع قوائم لفئات مسلحة، فما أقدر أرجع بلدي. كل أصحاب الكلمة هيك، لازم تدفع ضريبة. بس ليه ما عندك جواز عراقي؟ لأني ما أمتلك جنسية عراقية. طيب أي جنسية؟ ما أنت قلت لي من أي منطقة من... أي بس أنا خسرت أوراقي أثناء الهجرة، يعني من هاجرت خسرت أوراقي. وإذا تريد تطلع جنسية عراقية لازم أنت تروح لبلدك، وإذا تروح لبلدك تدفع ثمن. ما فيك تروح على السفارة؟ السفارة ما تقدر تعمل لك إذا ما عندك أوليات من هناك تروح. يعني هلأ أنت بلا وطن؟ أنا بلا، أنا شاعر بلا وطن، ولهذا السبب كتبت. لازم تعمل الكتاب شاعر بلا وطن. كتبت ذاك اليوم مطلع قصيدة يقول أني البنية البيت تقبل يا وطن، أني البنية البيت أقضيها بغرب لا ما أطب بيتك، جوازي بالغرب متروس كل ألوان، وجا غير العراقي وأخذ جنسيتك. شيء رائع. ف يعني أنا ما بعرف شو بدي لك، بدك الجنسية اللبنانية أنا أشتغل لك عليها؟ سؤال يعني لبناني بيربح. سؤال الدكتور أحد الأيام، الدكتور علي الوردي عالم الاجتماع العراقي، فسأله أحد المغرضين قال أنت تقدر تغادر عن بلدك؟ هذا في زمن النظام. أيوة. السابق. فراد إحراج علي الوردي، علي الوردي رجل شيوعي وعلماني، قال له أنا غادر عن بلدي في حالتين، أما أحمل بلدي في حقيبة وغادر، أو أغادر بلدي إذا وفرت لي الغربة ما لم يوفره بلدي. فأنا حملت العراق بحقيبة وطلعت، والغربة ما وفرت لي، والغربة وفرت لي ما وفر لي يا بلدي. يعني أنت هلأ مبسوط بإستراليا؟ طبعاً بلد جميل، بلد جميل ورائع، ويمتلك كل الإنسانية، كل قوائم الإنسانية على هذا البلد. أجمل بلد أنا شفته بالعالم إستراليا، بكل أمور الإنسانية وبكل المجالات الأخرى. أقل شيء يعني أقل شيء كمواطن عربي أجد من يحترم إنسانيتي. مظبوط. شو آخر كلمة بتحب توجهها لهالجالية كمان تدعين لمهرجان؟ أنا من خلالك وخلال تلفزيون الغربة أشكر حضرتك طبعاً، ويا رب يديمك إن شاء الله علم من أعلام الثقافة العربية، ودائماً إحنا نفتخر بوجود أمثالك وبوجود الناس، ونطلب من الله يحافظ على أعماركم، لأنه أنتوا بقايا الأوراق الثمرة بشجرتنا. فندعو كل الجالية سواء العربية اللبنانية أو السورية أو الجاليات الأخرى لحضور هذا المهرجان يوم 20/6 في قاعة الكارتشر كلاب في فيرفورد لتكريم شعراء العرب. أي الساعة؟ الساعة 7 أعتقد، وأود شلهم وراح أقول لهم التلفزيون الغربة راح أهدي لهم هدية. اشتاقيت أنا لديرتي، اشتاقيت وانت بعاد، بالغربة كل شي صعب والغربة ما تراد، لا تقل لي تقبض ثمن بشفافي مر الزاد، شلون دجل العصر وشلون ابو النهاس لليوم يكتب شعر يتغزل ببغداد، المنصور شفت الصبح وصيت على السعدون، لي يفيز الغربته ويعوف تمثاله، يلعن طول الزمن وتكرها اجياله، تمثال وبقصنم بس كون نص بغداد. استاذ حيدر الف شكر على اللقاء. شكرا لك شرف البعين، وشكرا لقناة الغربة.